السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بلال عراقي، وان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي ان احنا نضغط الفيديو بتاعنا او اي فيديوهات عندنا لأقل حجم بدون ما نخسر اي حاجة من الجودة. هنضغط بأقل حجم ممكن بدون ما نخسر اي حاجة من الجودة ببرنامج خفيف جدا وسهل جدا. كتير مننا بيبقى حابب يرفع فيديوهات على النت سواء على فيسبوك او انستجرام، او انت كنت صانع محتوى على يوتيوب فبتحب ان انت ترفع فيديوهات او بترفع فيديوهات كتير. فطبعا لو انت مصور بكاميرا احترافية او خارج فيديو من اي برامج من برامج المونتاج والفيديو ده حجم كبير، طبعا هياخد مساحة كبيرة من الباقة وانت بترفعه، هياخد برضو وقت طويل وانت بترفعه. فانا جايب لكم النهاردة ان شاء الله برنامج سهل جدا وخفيف جدا وبيضغط الملفات الى اقل حجم ممكن وبدون ما يخسر اي شيء من الجودة او الكواليتي بتاع الفيديو. ويلا بينا ندخل على الشرح، هنخش على جهاز الكمبيوتر عشان نشوف الشرح عملي. ما تنساش مبدئيا لو انت بتشوفنا اول مرة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا نبدأ الشرح. طبعا هسيب لكم رابط التحميل في صندوق الوصف او في اول كومنت هتلاقيه موجود عندك، تقدر الرابط مباشر تقدر تخش عليه وتضغط داونلود على الكلمة دي بالضبط داونلود. وطبعا ده ما احنا شايفين بيشتغل على نسخة 7 ونسخة 8 ونسخة 10 وبيشتغل 64 بت. فبالتالي بالتالي انت تقدر مجرد ما تضغط عليه بالشكل دوت ها ينزل معك الفيديو زي ما احنا شايفين بيحمل معانا الفيديو بالطريقة ديت وبينزل معانا البرنامج بالشكل دوت. هو برنامج خفيف جدا ومساحته خفيفة جدا حوالي 12 ميجا مش كتير يعني، وبنسطبه عادي جدا زي اي برنامج عندنا. ونيجي نفتح البرنامج بالشكل دوت. بيفتح معانا البرنامج بالشكل دوت وهو واجهته سهلة جدا وخفيفة جدا. هنيجي نشوف الفيديو اللي انا عايز ننزل دوت تحت كده بالشكل دوت، ونيجي نشوف الفيديو دوت الفيديو اللي انا عايز اقلل الحجم بتاعه. لو جينا عملنا كليك يمين كده وبصينا للحجم هنتلاقيه حوالي جيجا و930 ما يقرب من 2 جيجا تقريبا، يعني مساحة الفيديو كبير جدا مع انه 10 ثواني. ده فيديو كنت عامله على الافتر افكت، طبعا الناس اللي عارفة افتر افكت هو بيخرج حجم عالي جدا. طبعا لو جينا بالشكل دوت رفعنا البرنامج وجينا سحبناه بالشكل دوت هيحمل معانا الفيديو زي ما احنا شايفين، حمل معانا الفيديو بسرعة جدا. وهنا مثلا لو انا هنا هيقول لي ده مساحة الفيديو هنا هيقول لي ده مدة الفيديو هي 15 ثانية تقريبا، وهنا انت عايز تخرجه بأني كواليتي. لو جبنا الجنرال اللي هي ديت زي ما هو مختار لنا 1080، هو طبعا الفيديو خارج 1080. لو انا عايز اخليه اقل من كده اخليه واقدر ان اختار بالشكل دوت من الجودة هنا. طبعا انا عايزه 1080 زي ما هو كده، ولكن كل اللي انا عايزه بس اني اقلل الحجم بتاعه لان 2 جيجا كبير جدا. انا كنت عاوز ارفعه مثلا على فيسبوك او انستجرام على الستوري عندي، فبالتالي حجمه هيكون كبير جدا. بنيجي هنا وبنختار المكان اللي هينزل فيه الملف او الفيديو بتاعنا بعد تقليل الجودة. زي مثلا انا هختار ديسكتوب بالشكل ده وتك سيف. بعد ما بخلص طبعا بعد ما نختار الجودة وبعد ما نختار المكان اللي هينزل فيه الفيديو، لو بصينا كده هو هينزل في الديسكتوب باسم بلال ستوري اندرسكول 1 تمام. بعد كده نضغط ستارت وهنتلاقي لو بصينا تحت كده هي الجزء دوت هيحمل معانا زي ما احنا شايفين كده. وطبعا الوقت اللي بيستغرقه في تغيير الفيديو او تقليل حجمه بيكون حسب مدة الوقت نفسه، يعني لو الفيديو طويل هياخد وقت طويل، لو الفيديو صغير
زي 15 ثانية كده، هياخد طبعا بتاع 15 ثانية او 10 ثواني زي ما احنا شايفين كده تحت، هو بيحمل معانا بسرعة جدا. بكده يكون حمل معانا الفيديو. طبعا لو جينا نشوف هنتلاقي الفيديو هنا اهوت، لو جينا حطينا كده وبصينا على المساحة بتاعته هنتلاقي المساحة بتاعته 784 كيلو بايت، يعني ما جابش حتى جيجا الا ربع، يعني هو تقريبا جيجا الا ربع، يعني ما جابش جيجا خالص من 2 جيجا. يعني لو بصينا هتلاقي الفرق رهيب جدا، ولو شغلنا الفيديو بالطريقة دي هنتلاقي ان احنا ما خسرناش اي حاجة من الكواليتي بتاعنا خالص. وده هيفيد الناس اللي شغالة زي ما قلنا صناع المحتوى، بيعملوا فيديوهات على يوتيوب مثلا، بيصوروا من كاميرا عالية او بيمنتجوا على اي من برامج المونتاج. لو بصينا هنتلاقي الفيديو شغال معايا عادي جدا بدون ما نخسر اي حاجة في الجودة زي ما احنا شايفين. طبعا زي ما قلنا ان انت محتاجه في اي حاجة، لو بترفع حاجة على النت او بترسل حاجة على الواتساب لاي حد، فتقدر ان انت تقلل تقدر ان انت تقلل الحجم بتاع الفيديو بدون ما تخسر اي حاجة من الجودة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا وانتهى الشرح للبرنامج. ما تنساش لو انت بتشوفنا لاول مرة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، طبعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.